فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قوله سبحانه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ عن اليهود والنصارى، قاتلوهم حتى يعطوا الجزية، أن يدفعوا الجزية وهي المال المفروض عليهم في مقابل ترك قتالهم وتأمينهم على دمائهم وأموالهم، وهم صاغرون بأن يدفعها وهو ذليل. ما يجي على سيارة ومعه خوايا ومعه، لا، إجاب ذليل ما معه شيء من المظاهر ويسلم الجزية بيده، ما يقبل أنه يرسل بها أحد، لازم يجي هو يسلم الجزية، وأيضا اللي يأخذ الجزية ما يبادر بأخذها منه، فليهينه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.